أشكر فخامة الرئيس على الحفاوة البالغة التي أراد أن يخصنا بها، وكانت فرصة لكي أطلع فخامة الرئيس على العمل الذي أتممناه اليوم مع زميلي وزير الداخلية الجزائري، والذي اختتم بالتوقيع على اتفاق للتعاون بين البلدين في المجال الأمني. وكانت فرصة أيضا للاستماع إلى تقديرات فخامة رئيس الجمهورية حول الأوضاع المختلفة، ولنجدد التعبير عن الرضا الكبير بالصداقة الجزائرية الإيطالية. هي صداقة امتدت على عشرات السنين بين الجزائر وإيطاليا، وتقوم على رؤية مشتركة، وقد توعدنا على أن نعززها أكثر وأكثر ونجددها أكثر في المستقبل.